فيك شيء يمني. ليس لدي أدنى شك بأن أي قائد إسرائيلي سيأتي إلى الشعب ويقترح اقتراح سيكون له غالبية. هناك ستكون مظاهرات وهناك من سيعترض، لكن سيكون له غالبية. والاتفاقات التي تمت في الماضي كان ذلك. أنا لست قلقا على ما يجري في إسرائيل بالنسبة لهذا الموضوع وفي السلطة الفلسطينية. أنا لا أعرف ماذا سيحدث في غزة، ولكن في الضفة الغربية رغم أنه هناك تأييد أقل في هذه الفترة، ليس هناك حل أكثر ملائم من الحل دولتين لشعبين. وسؤالي الآن، أنت صادق ومصيب في تساؤلك الحالي أنه في السنوات الأخيرة وأيضا نتنياهو بذاته لم ترغب دولة إسرائيل بالوصول إلى اتفاقية سلام تعني تقسيم البلاد بيننا وبين إسرائيل. هذه هي القصة، هذه هي الرواية. كانت مفاوضات، كانت أشياء أخرى، ولكن السطر الأخير نقطة النهاية. ولذا فإنه وجد نفسه يفضل ويؤثر وهو يؤثر حماس على السلطة الفلسطينية، لأن الحماس هو الطرف الذي لا يريد أن يتحدث معك، وهو يصرخ عليك ويصيح بالشعارات، يهتف بالشعارات، وأيضا يبعث ويرسل الصواريخ. والسلطة الفلسطينية لا تعمل، تريد لماذا لا تتحدث معها؟ هذا يجب أن يتغير. الإمكانية الواحدة أن نتنياهو قد يمكن أن يتغير. إمكانية أخرى إلى العالم الذي يأتي والدول الصديقة لإسرائيل، الأردن ومصر والولايات المتحدة ودول الخليج، ويمكنها أن تأتي وتقول يكفي، معناه يكفي، بكفي. هيا نتحدث بجدية مطلقة. ماذا يعني بجدية؟ يعني الأمريكيون ليس يبعثون مرة وزير خارجتهم، وإنما تعيين. ليس هناك سفير في رام الله للولايات المتحدة، ولا قنصل عام، ولا مبعوث مبتعث دائم. هذا هو الوقت الملائم الموائم لتغيير السياسة في الشرق الأوسط، أن يكون هناك سفير، أن ينقلب الوضع الأمريكي والرأي الأمريكي من هذا الطرف، منقلب من هذا الطرف إلى الطرف الآخر. وحسب رأيي لا يجب أن نكتشف العجل، وإنما هناك حوادث، أحداث وتطورات ومبادرات. نحن يمكن لنا أن نجد حلا للمشكلة. كما الرئيس بايدن الذي لديه خبرة واسعة بالتفاصيل الدقيقة بالتاريخ والقصص والروايات وما يحدث وما حدث هنا وما قد يحدث، ويقول للطرفين هيا بنا، هذا هو ما حصل ويجب أن نواصل من هنا. أستاذة هديل، هل ترين بأن إدارة بايدن وتوجه هذه الإدارة هو تقوية دور السلطة الفلسطينية، أم فتح مفاوضات مباشرة كما تقول بعض التقارير مع حركة حماس؟ وهنا يعني يشير بأن قاعدة باراك أوباما كانت ربما التقرب مع حماس لجعلها أكثر اعتدالا. هل هذا التوجه لإدارة بايدن أم هناك يعني شيئا معاكس؟ يعني أولا إدارة جو بايدن هي لا تملك فيما يحدث يعني من اهتمام وحصة بقدر ما تملك دول، أولا إسرائيل والأردن ومصر وأيضا الدول العربية الأخرى. نتذكر أن دول عربية مثل الإمارات عقدت سلام مع إسرائيل، هي أيضا تعتبر حماس منظمة إرهابية، كذلك المملكة العربية السعودية. هنا إدارة جو بايدن يعني هذا لا يدع مجال كبير لإدارة جو بايدن لتفتح الأبواب للعلاقة مع حماس بشكل كبير. حتى جو بايدن حين وعد بأنه سيكون هناك صيانة ومساعدة لإسرائيل للتأكد من قدرة القبة الحديدية على العمل بشكل ممتاز، أيضا وعد بإعادة إعمار غزة، ولكنه قال لن نسمح لهذه الموارد التي ستذهب لإعادة إعمار غزة بأن تكون موارد تستفيد منها حماس. أعتقد أن استبعاد حماس من العلاقات مع الولايات المتحدة سيكون أمر مستمر في
ظل وجود يعني انزعاج كبير من حماس في المنطقة، وفي ظل أن إعلان إسماعيل هنية الذي أزعج الدول العربية كثيرا، شكر إيران على تقديم هذا الصواريخ. يعني هناك اليوم من العرب من يرى أن حماس وأن ما جرى في غزة هو جزء مما تفعله إيران لتحقيق أهداف مشروعها الكبير. يعني لا يختلف عما يحدث في اليمن أو في لبنان أو في العراق، هناك ميليشيات موالية للنظام الإيراني تتحرك بحسب ما يناسب الوضع السياسات الخارجية للنظام الإيراني، وبالتالي ليس هناك ارتياح عربي يعني كبير لتتشجع. نعم. لكن أستاذة هديل، إذا ما تحدثنا عن يعني توجه إدارة بايدن، نرى ونشاهد بأنها فضلت الوساطة المصرية في التصعيد الأخير، وكانت هناك مكالمات ومحادثات أمريكية مصرية في كثير من الأحيان. لماذا هذا التفضيل للوساطة المصرية على غيرها من الوساطات أو حتى الانخراط بشكل مباشر؟ هناك من يتساءل. نعم، لأن الثقة بين إدارة جو بايدن وبين تل أبيب اليوم ليست كبيرة. هناك أصلاً كان قبل أسبوع من اندلاع هذه الأحداث كان هناك مجموعة من المسؤولين رفيعي المستوى في إسرائيل هنا في زيارة في واشنطن يشجعون على توجه إدارة جو بايدن تجاه إيران، يرون أن كل هذه السياسة تضر بإسرائيل ومصالح إسرائيل، وبالتالي الثقة مفقودة. طبعاً أيضاً تماهي نتنياهو الكبير جداً مع إدارة دونالد ترامب ضرب العلاقة الأمريكية الإسرائيلية في هذه الأحداث يعني وبشكل كبير مع الحزب الديمقراطي، لأننا نعرف الكثير من الملفات، ليس فقط الملف الإسرائيلي، الكثير من الملفات التي ذهب دونالد ترامب بعيدا في تأييدها أو التماهي معها باتت أمور غير جذابة في عهد إدارة جو بايدن، وبالتالي كان هناك الوساطة المصرية والدول الإقليمية التي فعلا تمكنت من الإنجاز أكثر مما كانت ستتمكن إدارة جو بايدن والولايات المتحدة. اللي لا ستبقى هناك تعقيدات بينها وبين تل أبيب بسبب الملف الإيراني. نعم أستاذ عمر، يعني هل الأردن ومصر قادرتان أو قادران على إحداث تغيير في هذا الملف إذا ما نظرنا إلى ثقلهما الجيوسياسي، أم أن دولا خليجية وخصوصا بعد اتفاقيات التطبيع هي من تدعم بهذا الاتجاه باتجاه إعادة إحياء مسار سياسي ليكون هناك شرق أوسط جديد لطالما كثير من الساسة تحدثوا عنه؟ أعتقد قدرة الأردن ومصر أكبر بكثير من قدرة دول الخليج، وقد رأينا خلال 11 يوما بالصواريخ المتبادلة بين إسرائيل وحماس في غزة أن دول الخليج لم تدعى لأي حوارات، ربما كانت الدوحة وهي لم على علاقة مع إسرائيل لكنها لم تنضم إلى اتفاق أبراهام كما هو شأن الإمارات والبحرين. لكن أعتقد الظروف الجيوسياسية هي التي تحكم الأردن على علاقة وثيقة وطيدة مع الضفة الغربية بكل تفاصيلها، والقيادة المصرية جمهورية مصر على صلة وثيقة أيضا مع غزة. أعتقد أن البلدين مصر والأردن على التوالي لديهما قدرة تأثيرية في الملف الفلسطيني أكبر من دول الخليج، وكما أشرت قبل قليل الجغرافيا السياسية لها حكمها ولها دورها، فالدولتان الأردن ومصر أقدم في العلاقة مع إسرائيل وتوقيع معاهدات السلام، لأنه أصل السلام مع دول الخليج كان بسياقات مختلفة مرتبط بالتهديد الإيراني بالنسبة لدول الخليج ومرتبط بضغوط ترامب في حينها، وهذا الإنجاز الذي حققه نتنياهو سواء في عمان أو مع دول الخليج الأخرى هو كان يسوقه في إطار حملاته الانتخابية داخل إسرائيل، وأنه حقق ووصل إلى السودان. لكن رأينا كيف أن كل هذه الإنجازات بلحظة ما يفترض أنها إنجازات بالنسبة لنتنياهو بلحظة ما خلال 10 أيام انهارت انهيارا كاملا، ولم يكن أمام نتنياهو وأمام المجتمع الدولي وأمام إسرائيل الدولة، وأنا أفصل بين إسرائيل الدولة وبين نتنياهو واليمين المتطرف وتلك التحولات الحادة جدا القادمة، لم يكن أمامهم إلا مصر. بالنسبة لمصر حقيقة مصر في الحروب 2008 2012 2014 هي من أنجزت
الهدن العسكرية ووقف إطلاق النار ارتباطا بقوتها التأثيرية في غزة. ونحن نتذكر أن الضفة الغربية احتلت عام 67 وكانت تحت الحكم الأردني، وحينما احتل قطاع غزة في نفس الوقت كان تحت الحكم المصري، ولا زالت هذه القضايا تشكل عبئا أخلاقيا وسياسيا سواء عند القيادة الأردنية أو بالنسبة للقيادة المصرية الجيش المصري تاريخي. يعني أعتقد اليوم أن الأردن ومصر لهما دور مستقبلي سيكون أكبر قوة وأكثر تأثيرا فلسطيني، وهذا يعتمد على مدى التطور العربية خاصة التي تأسست أستاذ عمر في الدوحة مع جيران.